من أسيوط أعود إلى الزميل كريم الأسيوطي عبر الهاتف. كريم، هل تشهد الآن اللجان تزايدا نسبيا أم الحال على ما هو عليه من انخفاض الإقبال؟ أيمن، الوضع يختلف من لجنة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى، فبعض اللجان في بعض القرى تشهد إقبالا، الإقبال تزايد منهم خصوصا في القرى التي يوجد بها مرشحين من داخل هذه القرى. أيضا هناك بعض اللجان ما زال الإقبال فيها ضعيف جدا، خاصة من الرجال. أود أن أشير أنه ما زالت أن السيدات والفتيات هم النسبة الأكبر من اللائي يأتين هنا ليصوتن للإدلاء بأصواتهن. أيضا الأمر يختلف في المدن بعكس القرى. نشهد في المدن أن الإقبال بدأ يتزايد بعض الشيء. تكلمت مع بعض الناخبين حول آرائهم في الانتخابات وعمليات التصويت، أكدوا لي أنها تسير بشكل جيد جدا. أيضا ما زال هناك بعض المؤيدين للمرشحين يقفون خارج مقر اللجان ويوزعون بعض اللافتات وبعض الصور لمرشحيهم، يطلبون من الناخبين أن يصوتوا لهم. أيضا ما زالت بعض السيارات تسير في بعض القرى واللافتات ما زالت موجودة. عندما تحدثت أيضا مع بعض الناخبين عن سبب تواجدهم للإدلاء منذ الصباح بأصواتهم، البعض أكد لي أن وهم نسبة قليلة جدا أكدوا لي بمنتهى الصراحة أنهم أتوا خوفا من الغرامة التي قد تفرض عليهم، وأنهم ليست لهم أي ميول، وأنهم لا يؤيدون أي مرشحين، فقط جاءوا من أجل خوفا من الغرامة. هم نسبة قليلة جدا، لكن النسبة الأكبر منهم أكدوا لي أن سبب تواجدهم هو رغبتهم في المشاركة في الحياة السياسية وفي انتخاب المرشحين، خصوصا أن هناك إشراف قضائي كامل وأنه لا توجد أي فرصة لتزوير الانتخابات. أيضا هناك بعض المشاهد التي رصدتها بالأمس ورصدتها أيضا اليوم، أن الكثير من رجال القوات المسلحة لا يكتفوا دورهم بتأمين اللجان من خارج المقر الانتخابية، لكن البعض منهم يمسك مكبرات الصوت ويقوم بتنظيم صفوف الناخبين خصوصا في اللجان التي تشهد ازدحام، يقومون بتنظيمها في صفوف منعا لأي حدوث نوع من الفوضى أو التزاحم داخل اللجان. يعني إذا الحالة تسير بهدوء، حتى هذه المخالفات التي أشرت إليها يعني لا تعد ظاهرة، يعني هي مخالفات يعني يبدو أنها طبيعية لا تؤثر في سير وإجراء العملية الانتخابية. نعم، هي مخالفات طفيفة جدا، الأغلبية العظمى من اللجان حالة التصويت بها حالة مستقرة هادئة، إلا بعض المخالفات الصغيرة جدا التي ذكرتها لك، من حيث وجود بعض المندوبين وبعض المؤيدين المرشحين خارج اللجان، لكن معظم من يأتي للتصويت يعرف من قبل أن يأتي لمن سيصوت، وأنه قد حدد قراره سلفا بالتصويت سواء للقائمة أو بالنسبة للفردي. لكن الملاحظ أن نسبة الإقبال بالأمس كانت أكبر من اليوم، ربما تزيد في الساعات القليلة القادمة، هذا ما سوف نلاحظه طبعا وسوف نرصده إليكم مباشرة. أشكرك شكرا جزيلا. الصحفي كريم الأسيوطي كان معنا من محافظة أسيوط، و قد أشار إلى أن هناك يعني ليست هناك مخالفات تذكر أو تلفت النظر.